حياكم الله مجددا مشاهدينا، جولة جديدة هذه المرة مع مهندس طارق الهشلمون أمانة عمان الكبرى، الرقابة الصحية والمهنية. المهندس أنس أبو عبود، دائرة الرقابة الصحية، مركز جنوب عمان التفتيش. حياكم الله مجددا مشاهدينا، جولة جديدة هذه المرة مع مهندس طارق الهشلمون أمانة عمان الكبرى، الرقابة الصحية والمهنية. المهندس أنس أبو عبود، دائرة الرقابة الصحية، مركز جنوب عمان التفتيش. وانت بخير؟ وانت بخير، الصحة والسلامة يا رب. معك خبر انه بهذا الصوت انت صحيت نص عمان؟ مو لازم نصحي نص عمان، يعني كل شيء قاعدين بنبيع بليره يعني ببلاش يعني. بس ماشي، يعني ينفع انه هذا الصوت بكل ارتفاعه؟ طيب اسمعني، يعني في مريض نايم، في شخص يعني مرتاح وصيام وكذا والى اخره، يعني اللي بده ينزل يشتري. ما هو لازم يعني بدون صوت وكذا عادة تشتري بدون صوت. لازم يصحى. هو لازم يصحى عشان يطلع بليرة. نايم لازم يصحى. لازم يطلع عشان يشتري بليرة ما قاعد بلادي. طيب كيف الأسعار معك؟ بليرة، دراي بليرة، قرفوت بليرة، وجزر بليرة. ها. في بندورة؟ لا بندورة بليرتين ونص بثلاثة. بدنا نفوت على السوبر ماركت عشان نفتش على الأمور الغذائية. وبالأخص اللي هي العصائر اللي موجود عنده، العصائر الرمضانية، نشوف إذا عليها ورقة بيان ونشوف طريقة الحفظ أو التخزين تبعتها. طيب يلفت انتباهنا هاي الكاميرا، هاي الكاميرا لإيش تستخدموها أنتم؟ هاي نستخدمها أثناء التفتيش، لازم تكون موجود بشكل شغال وفعال وتكون مربوطة مع الدائرة عنا، بتبث بشكل مباشر على الدائرة الرئيسية وتسجل الجولة كاملة من أثناء خروجنا من موقع العمل لحين العودة. من الألبان والأجبان بدنا نشوف تواريخ الانتهاء وطريقة الحفظ للمواد الغذائية بالنسبة للمخللات وبالنسبة للبنة. يتم التركيز على يعني أقسام الأجبان والألبان داخل المولات، داخل السوبر ماركت، لأهميتها مهندس طارق؟ طبعا منتج، لأنه ما مع وقت ما مع وقت صلاحية كثير ومعرض للتلف، للحرارة، أي شيء ممكن. أنه شو الملاحظات الأولية هون؟ عندنا المخلل بس مش محفوظ بطريقة صحية، واللبنة يعني الأوعية اللي محطوطة فيها. بدنا نشوف التاريخ أول إشي، أعطيني بالله اللبنة نشوف تاريخ. قديش التاريخ؟ بس أنا مش شايف من هون. لو طولتها من بعد أسهل. هاي روح. هاي 22/4/22. طبعا عنده هذا محل ألبان وأجبان ديلي، عنده نفس الملاحظة اللي كنا قبل شوي كانت عند محل البقال اللي قبليه، اللي هي عدم حفظ المواد الأجبان بالمادة الحافظة بشكل صحيح. يعني عندك المادة الغذائية أعلى من المادة الحافظة، مما يؤدي إلى وجود أحفال وتلفها وتغيير صفاتها. ثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى اللي هي حفظ الأجبان والألبان بالطريقة الصحيحة. اثنين، إزالة المواد عن الأرض، حاط الكراتين والهاي كلها مواد غذائية على الأرض، لازم تكون مرفوعة على ستاند. وشغلة ثالثة إدخال المواد عن أشعة الشمس. لا تزال المخالفات في العديد من المحال التجارية في العاصمة عمان تخرج أمام عدسة الكاميرا ونرصدها بالصوت والصورة مع الجهات الرقابية. نضال الخرشة، الحقيقة الدولية.